النهارده رائدة من رائدات المعمار في مصر والعالم، مهندسة بدرجة فنانة ونموذج متكامل لمعنى الإبداع والعزم والقدرة على التمسك بالأحلام وتحقيق موهبتها اللي حولتها لواقع وتصميمات معمارية فريدة في مصر وفي العالم. أهم الجوائز يعني اللي حصلت عليها جائزة التميز الحقيقة اللي هي جائزة عالمية مش أي حد بيحصل عليها، ويمكن أول ما نشوفها نحس إن هي وجه مش جديد علينا. هي فعلا فنانة، هي قدمت دور مهم جدا في فيلم يوم الدين، وقدمت أدوار مهمة في الحساب يجمع وسابع جار. أول ما نشوف وشها هنعرفها على طول. مهندسة المعمارية شهيرة فهمي، أهلا بيكي. أهلا بيكي، منورانا. بنوركم. عاملة إيه؟ الحمد لله. أنت فنانة جميلة والله يخليكي ومبدعة، يعني أنت لفتي النظر فعلا في أكتر من عمل في رمضان وفي السينما. بنحييكي، غير إنك مهندسة معمارية عالمية. منورانا. ميرسي قوي على رائدة وصغيرة وجميلة وحفيدة إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري الأشهر في وقت صعب جدا، وقت السبعينات وحرب أكتوبر ومعاهدة السلام، يعني من بيت سياسي من طراز رفيع، وتروحي للهندسة وتحصلي على أكبر جائزة تميز في العالم. إزاي؟ ميرسي قوي على المقدمة الحلوة دي بجد، وميرسي على الاستضافة. الحقيقة بالنسبة للجائزة أنا سعيدة بيها جدا. أنا تم ترشيحي من سنة وكنت قلقانة شوية، بس كان أستاذ من أساتذتي المعماريين الكبار في الوطن العربي، راسم بدران، اداني كلمني في تليفون وقال لي أنا رشحتك، بس التنافس على الجائزة دي بيبقى صعب لأنه من شمال افريقيا لحد الفار ايست، نير ايست، ويعني اسيا. وبعدين تم بيعملوا عمليه تصفيات، فالحمد لله في اغسطس عرفت ان انا من الخمسه المتصفيين نهائي، وبعدين الحمد لله اني نلت عليها من شهر، وعندنا حفله توزيع الجوائز هتتم في ديسمبر ان شاء الله في الاردن. والحمد لله يعني هي احلى حاجه في الجائزه دي ان هي على مجمل الاعمال. كلمينا، انت مش عايزه تتكلمي عن العالميه اللي انت عملتي حاجات فعلا في المانيا مهمه وفي امريكا وكده، احكي لنا على اهم الجوائز او الاماكن عملتي صروح جميل. احنا شفنا في التقرير صح ازاي انت يعني قويه جدا رغم ان انت سنك صغير جدا، واحنا كل يوم اربع بنقدم شخصيه مصريه متميزه، بنعمل عنها بس زي التقرير حاجه واللي هي هتقول لنا عليه بقى. طبعا لكن احنا لتميزك الشديد قررنا ان يبقى البورتريه موجود وانت نفسك موجوده، ان احنا ما صدقنا ان انت موجوده في القاهره ليومين وهتسافري وتسيبينا، فقلنا تبقى وبعد ما نشوف تقولي لنا احب الاعمال ليكي. حاضر حاضر. أنا اشتغلت كل شغلي أغلبه كان في مصر لحد 2011، بس كان أغلب شغلي في القاهرة، في أسيوط، في اسكندرية، في الساحل. وأول ما حصل طبعا الثورة في 2011 ابتدى بقى الشغل يقل، وانا صراحه شفتها فرصه ان انا اطلع بره، يعني ابقى لسه في مصر، كنت لسه مقيمه في مصر. قبل ما نطلع بره في مصر إيه عملتي في الساحل؟ ايه عملتي؟ ايه الحاجات المميزه؟ انا عملت اول مشروع بدا مكتبي، انا بدات مكتبي في 2005 وهو بدأ على مشروع الجامعة الأمريكية، برضو أستاذ ليا دكتور عبد الحليم إبراهيم اتصل بيا في 2005، وكان هو المعماري الرئيسي لمشروع الجامعة الأمريكية في القطامية. رائعة طبعا، صرح رائع ويعني حاجة بالزبط. جميلة بالنسبة فأنا لمصر. كنت عايزة أشارك بأي دور، فقال لي هتبتدي تشتغلي على التصميم الداخلي للمباني بتاعتي. فكان المبنى بتاعه المسرح الرئيسي ملك جبر ثياتر، بعد كده المبنى الثاني كان مبنى رئيس الجامعة، مكاتب رئيس الجامعة، صالات الاجتماعات للبورد اوف تراستيز، فعملت ده. بعد كده كان في معماري تاني مكسيكي، لوجوريتا بلاس، لوجوريتا هو اللي ماسك جزء تاني. أخدت بقى القاعات بتاعته اللي هي معتز الألفي هول والفاكولتي لاونج اللي هي قاعات المدرسين، وده كان تصميم داخلي مش خارجي، بس كان بالنسبة لي هو فتحة خير على مكتبي وإن أنا أبتدي مكتبي. خلينا من مصر. أيوه. لأن أنت عملت بقى تجاوزت مصر للعالمية. أيوه. في سويسرا وفي نيويورك. صح. فده اللي تحكي لنا عليه بقى. أوكي. إيه اللي عملت إيه في سويسرا وعملت إيه في نيويورك؟ أنا نقلت نيويورك في 2013 عشان مشروع قاعة الفنون التجريبية هناك بالظبط. كان في مسرح، مسرح ده بقاله 40 سنة في سوهو في نيويورك، مسرح مهم يعني. البورد بتاعه ناس كلها، فرانسيس ماكدورمان، ويلام دافو، إليزابيث لوكانت، كلهم ناس بقالهم كتير في التمثيل. وهو مسرح تجريبي، هو بيطلع كل أفكار تجريبية، فطلبوا مني إن أنا أوضب لهم المكان ده. والمكان ده حتى يعني أثري تبع جهة في يعني إن هو ليه ريستريكشن، يعني ليه قيود في التصميم عشان هو حاجة أثرية. المشروع التاني اللي كسبته هي فاونديشن للفن، دي كانت مسابقة عالمية دخلتها مع مكتب إنجليزي في إنجلترا، وإن إحنا نعمل زي متحف صغير لحاجة اسمها الدلفينا فاونديشن، يعني آرت فاونديشن. وكسبنا المسابقة دي، وكنا كان 20 في التصفية، فيهم معماريين من الوطن العربي ومن العالم مهمين، والحمد لله احنا اللي كسبناها ونفذناها. وجي وزير الثقافة الإنجليزي عمل الافتتاح في 2014. المشروع الثالث بره كان في سويسرا، كانت مسابقة لاندرمات لآخر تصميم للبلاننج بتاع جزء من الأرض النهائي. المشروع كان بقاله اوريدي 7 سنين، ودي كانت آخر مسابقة للتخطيط العمراني ليها قدام محطة القطر. وانا كنت خايفه من ان انا اعمل تخطيط عمراني، انا كان شغلي معماري داخلي ومعماري خارجي، بس تخطيط ما كنتش يعني. قلت هجرب، انا عايزه اعرف، لان احنا درسنا كل ده في الجامعه، فيعني هجرب. والحمد لله برضه عدينا كل التصفيات لحد ما كسبنا من ال3 نهائيين، وكنا الجائزه الاولى. المشروع ده لسه ما اتنفذش، فربنا يسهل، يمكن في ال10 سنين او 5 سنين جايين يجي، لكن هو على الورق كسبناه والحمد لله. بعد كده في مشروع تاني دلوقتي بشتغل في انجلترا، عندي مشروعين جايين في انجلترا. وانت فين في العاصمه الجديده بقى؟ يعني عايزين نشوف، يعني احنا غيرانين يعني، نيويورك والمانيا. ان شاء الله ان شاء الله. برضو بشتغل في مصر، بدات برضو ان انا في حاجات ان شاء الله. ان شاء الله